بابا عايز اتكلم معاك في موضوع. اتفضل يا سيدي، بس اعمل حسابك مفيش فلوس ولا خروج قبل ما النتيجة تظهر. انا عايز اتكلم معاك في موضوع تاني خالص. مش كل حاجة بتحصل لنا قدر ومكتوب وحاجة بإيد ربنا احنا ملناش دخل فيها، صح؟ ونعم بالله، يعني اي حاجة بنعملها مش بإيدنا بإيد ربنا. أثر. بابا انا صدقت. جاءت سكرة الموت بالحق. خبر عاجل، لقد قتل أب ابنه بعد معرفة أنه رسب في النتيجة الثانوية العامة من شخص مجهول. ذلك وقد أصدرت الحكومة بيان بعد هذا الخبر تقول به: أي طالب صيد في نتيجة الثانوية العامة يهرب لحد ما نسيطر على الموقف. الآباء في حالة